هاني يا احساسك بعد ضربات ما بانت بعد ضربات ترجيع؟ لا لا انا عادي خالص، انا حتى لو شفتني وانا ضربات الترجيح بتتلعب ما انا واثق، كلنا واثقين النادي الاهلي هيكسب. هي بس عمليه حتى بعد ما قفشه ضايع ولا كان فيها قلق شويه؟ بصراحه كان فيها قلق لان برضو يعني تضييع الكرات السهله اللي كانت في المباراه دي برضو تقلقك. انت عارف كابتن ايمن، احنا لما ياما احنا بنلعب لما تكون الكره مش ماشيه معاك او مثلا بتروح وبتضيع كتير، فبتجيلك احساس ان انت الكره مش عايزه النهارده، مش عايزاك النهارده، عايزه الفرقه الثانيه ان هي تكسب. فانا بالنسبه لي بعد كره قفشه بصراحه قلت لا، هي يعني مش عايزه السنه دي، مش عايزه البطوله دي بصراحه. لكن الحمد لله طبعا جايز توفيق من ربنا، واللعيبه يعني ربنا عارف اللعيبه دي تعبت ازاي، والناس كلها شايفه اللعيبه تعبت ازاي، عشان كده ربنا بيكافئنا يعني بالبطوله دي، وتبقى بطوله تاريخيه للنادي الاهلي يعني. مظبوط مظبوط.